السلام عليكم ومرحبا بكم. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم، فاليوم غنحضر واحد كابوتشينو منزلي كيجي غزال مثل المقاهي تماما، وكيجي رائع، والمكونات ديالو بسيطه وكيتحضر في اقل من 5 دقائق. يعني تحضري لوليداتك كابوتشينو سهل. بالنسبه لهاد المقادير غنحتاجو واحد الكاس ديال قهوه ديال سريعه الذوبان، اي قهوه كتفضلوا، واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء طيب، واحد الكاس ديال سنيده. غادي ندوزو ناخذ البول اللي غنخدمو فيه، غادي ناخذ الزلافه اللي غنخدمو فيها. الطريقه سهله، غادي نضيفو فيها السنيده، غنضيفو عليها السنيده، وغادي نضيفو الماء وغنبداو كنطربو. صافي كما كتشوفوا، يعني ولا شكل كريمي، وهذا هو الشكل ديال كابوتشينو ديالنا، خاطر زوين. دابا غادي ندوز باش نحضر لكم مع الحليب، كيصلح لبزاف الوصفات. المهم غادي دابا ندوزو نحضروه مع الحليب. كما كتشوفوا راه كيخرج لكم واحد الكميه كثيره. وبالنسبه للاحتفاظ ديالو، فهو دائما كديري في الكونجيلاتور، كديري في واحد البواطه وكديري في الكونجيلاتور، يعني كيبقى على هذا الشكل، كيبقى كريمي ما حتى يجمد ما حتى شي حاجه. كتبقاي فوق ما بغيتي كتبقاي تجبدي وتستعملي، يعني ساهل كما كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي كريمي وكيجي زوين. صافي غادي ندوز دابا باش نحضروه مع الحليب. انا دابا غادي ندوز باش نديرو مع الحليب. غادي ناخذ واحد المعلقه او معلقه ونص على حسب، كما كتشوفوا راه كريمي، يعني شكل خاسر.
صافي، وغندوز نخوي الحليب. كما كتشوفوا راه كيجي زوين، وكتجي قهيوه خاطره، وكتجي يعني كيجي واحد الشكل اللي هو رائع. نتمنى من الله ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتجربوا هذا وتردوا عليا الخبر عفوا. صراحه راه كيجي زوين بزاف، يعني اللي كيشرب القهوه بزاف او بالنسبه للوليدات فهذه كتكون زوينه وكيعشقوها الوليدات. ونتمنى من الله يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالو، فاحنا دائما كنديروه في واحد السوبيره. بالنسبه للاحتفاظ ديالو، غناخذ واحد المعلقه صافي، وكنديروه في واحد السوبيره. كنحتفظوا به في المجمد ديالنا حتى الوقت اللي بغيناه، هو كنستعملوه صافي، كنسدو عليه وكنحتفظوا بالمجمد فوق ما بغينا كنجبدوه وكنخدموا به. سدوه بحال هذا الشكل في هذه البلاطه صافي، وكندخلوه للمجمد حتى كنبغيو كيبقى بحال هذا الشكل، كيبقى زوين. ودائما ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا معنا في القناه وديروا لنا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاهل الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء.